أنا اسمي محمد عيد أحمد، طالب في جامعة المنصورة، السنة الأخيرة أتخرج يعني في 2023. التدريب عرفته كنت شفت ليه بوست على الفيسبوك، ولكن اللي شدني ليه أكتر وحمسني عليه لما لقيت زمايل من الدفعة بتاعتي كتير مقدمين فيه، فاتحمست إن أنا أقدم عليه. بالنسبة للتاسكات، هي التاسكات مش يعني هي مش خفيفة، ولكن هي مش تقيلة قوي، ولكن استفدت منها كتير، واستفدت منها معلومات كتير يعني. والفيدباك فعلا كان بيعرفني ايه الاخطاء اللي انا كنت غلطت فيها عشان احسن منها بعد كده بقى. الفيدباك ممكن 9 من 10 مثلا، ان هو ساعات مبقاش عادل يعني. لا، الحلول النموذجية كانت حلوة، لان لما رجعت عليها تاني وشفت الحل اللي انا كنت عامله في التاسك، اكتشفت ان في وجهات نظر وممكن احسن من التصميم اللي انا كنت عامله الاحسن يعني. الترخيص هو انا استفدت منه حاجات كتير، لما خاصه في مرحله المشروع، لما جيت اصمم بقى المشروع لوحدي، كان في معلومات طبعا كنت نسيتها. اللي فادني فيها ان انا رجعت تاني الترخيص، ان انا كنت ملخصه وحاجات اللي انا كنت كاتبها، فافتكرت المعلومات دي يعني، ساعدتني في المشروع كتير، واكيد هتفيدني في بعد كده، مش في مرحله المشروع بس. هي كفتره يعني الايام فيها هي مش كتير، ولكن يعني مش قليلة. كنت أنا عن نفسي كان عندي شوية تقصير، لو كنت جيت على نفسي فيها كنت كملت المشروع ككل، ولكن هي يعني كفترة حلوة وفعلا مظبوطة على قد المشروع يعني. والدعم الفني كان في عندي كذا أسئلة، فعلا الرد بيبقى سريع يعني، مش بستنى مثلا ساعة ولا حاجة، لا، خلال ربع ساعة كتير بلاقي الرد على السؤال اللي أنا كنت سألته بقى موجود. بالنسبة للمهندس اللي كان بيشرح لنا ديزاين، وفعلا كان استفدنا منه كتير في مرحلة الديزاين، وكان الشرح مرتب بالنسبة يعني خطوات ورا بعضها يعني، نظمت لنا أفكار أكتر ما شتتناش. بعد كده مرحلة الشوب درونج برضه، الشرح فيه كان كويس واستفدت وفهمته يعني، كان الشرح بسيط وفهمت منه، ما كانش معقد يعني. وبالنسبة للراوندنج جاي يعني، أنصح ما فيش وقت لازم يضيع يعني، على طول أول بأول التاسكات تاخدها تخلصها على طول، ومجرد ما تخلصها مثلا تشوف أفكار تانية تعملها، أو تعيد تاني على التصميم اللي أنت عملته، بحيث ممكن أنت بعد ما تخلص التصميم، لا، أنت لو رجعت بصيت له من تاني هتلاقي إن في حاجة أحسن من اللي أنت عملتها، ما كنتش أنت إيه متخيلها وأنت بتصمم.